السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. البارح الفيديو اللي كنا شنا تعرفنا من خلاله على الطريق اللي هي سترادي اكسترا اورباني برينشيبالي، اللي قلنا هي واحد الطريق اللي طريق حضري رئيسي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا، غادي نتعرفوا على واحد النوع ديال الطريق واحد اخر اللي هو اوتوسترادا، وحنا كنا كنعرفوا اللي هو الطريق السريع. وهذا الطريق السريع ايضا كيتميز بواحد الكولوري وهو فيردي كيف كتبان لينا في الصوره. دائما لوطوسترادا كنعرفوها راها فيها لافتات اولا دوك البلايك اللي فيها كيكونوا باللون الاخضر، وايضا حتى هي كتكون كتوفر على واحد السينيال اللي هو كيبين لينا البدايه ديالته اللي هو اخضر بحال اللي قدامنا، وايضا النهايه ديالته اللي هو كيكون عباره عن هذاك السينيال الخضر وفيه خط احمر. هذاك هو النهايه ديال لوطوسترادا باش حنا نعرفوا السرعه باش حنا غاديين، يعني وحنا يلا باغي ندخلوا ليها كنعرفوا راه حنا خصنا نعليو السرعه ديالتنا لان حنا غنوليو في لوطوسترادا، وملي كيتحط لنا السينيال ديال لافيني خصنا نهبطوا السرعه لان غادي نوليو خارجين من لوطوسترادا. ان شاء الله غادي ندوزو نشوفوا الدرس مع بعضنا ديال لوطوسترادا. أوتوسترادا هي الطريق السريع من طبيعة الحال حنا كنا كنعرفوه. لوطوسترادا هي اوتوسترادا كاريجاتي انديبيندينتي، يعني لوطوسترادا هي عبارة عن واحد الطريق كيكونوا فيها لي كاريجاتي انديبيندينتي، بمعنى كل وحدة مستقلة بنفسها. كاريجاتا وحدة كتكون كتدي وكاريجاتا وحدة كتكون كتجيب، ما كنلقاوش كاريجاتا وحدة في لوطوسترادا كتكون فيها لي سينسي دي مارتشا بجوج، يعني كتدي وكتجيب ماي. دائما كل وحده مستقله بنفسها، اللي كتدي راه عندها داك الاختصاص، اللي كتجيب راه عندها داك الاختصاص ديالها. اولا نقدروا نقولوا كاريجاتي سيباراتي دا سبارتي ترافيكو، نقدروا نقولوا هاد لوطوسترادا هي عباره عن واحد الطريق اللي فيها لي كاريجاتي مفروقين بواحد سبارتي ترافيكو، اللي قلنا هو كيكون عباره عن حائط قصير اولا كيكون عباره عن زرع ولا ربيع بيناتهم باش كيفرق الكاريجاتا اللي كتدي مع الكاريجاتا اللي كتجي. هاد لي كاريجاتي تيسكونا المينو كون دوي كرسي، كل وحده على الاقل كتكون فيها دوي كرسي، لان كنقولوا كاريجاتا الله راه حنا عندنا دوي كرسي وما فوق، لان اقل من دوي كرسي ما كتكونش عندنا كاريجاتا. كتبدا تطلق على هذا الاسم، ودائما كنذكر بهذه المساله ملي كيوليو عندنا دوي كرسي صافي كتبدا تكون عندنا لا كاريجاتا. فيها دوي كرسي دي مارشا اي كرسي دي ميرجينسا، وبالاضافه لهذوك دوي كرسي دي مارشا اللي عندنا في لاكاريجاتا كتكون ايضا لا كرسي ديال ايمرجينسا ديال الطوارئ، اللي هو عباره عن واحد الطريق ولا ممر كيدوزو فيه فقط الناس اللي هما عندهم شي حاله خاصه باش كيستعملوا هذيك الطريق، لان دائما خاصها تكون خاويه. انولتري بالاضافه لهاد المميزات اللي كتكون كتميز بها لوطوسترادا اي كونترا ديستينتا دابوزيتو كارتيل سترادالي دي نيتسيو فيني، كتكون كيتميز ايضا بواحد اللافتات ولا بلايك بحال اللي كنقولوا كبار كيكونوا الوسط ديال الطريق، كيكونوا كيميزوا لينا راه البدايه اولا النهايه ديال هذيك لوطوسترادا، واش حنا يلاه بدينا دخلنا فيها اولا حنا كملناها باش نعرفوا راسنا فين حنا، لان لوطوسترادا فيها سرعه عاليه، فلا ما حطوش لينا البدايه والنهايه ما غنعرفوش امتى حنا غنتعاملوا بهذيك السرعه. سي بوسونو تروفاري انترسيتسيوني كروتشي ا ليفيل سفالساتي مونو نارازو، في لوطوسترادا ايضا كيكون كيتواجد عندنا كروتشو ملتقى الطرق، ولكن كيكون ليفيلي سفالساتي ماشي ارازو، لان قلنا ارازو كيكون في الطرق العاديه اللي هي الطرق السيكونداريه ولا الطرق ديال سترادي اورباني اللي هما داخل المدينه. اما ملي كنبداو نشوفوا في الطرق اللي هي السرعه فيهم عاليه بحال برينشيبالي او لوطوسترادا، ما عمرنا كنلقاو لي كروتش ولا ملتقى الطرق في نفس مستوى الارض، دائما كتكون الطريق لتحت وفوق منها الطريق الاخرى اللي كتسمى انكروتشو او ملتقى، وكيكون عن طريق غير طريقه غير مباشره، كتكون طريق ديزا من الفوق والطريق ديزا من التحت. اي بروفيسا دي كرسي دي اكسيليراسيوني كتكون مرفوقه او كيتواجد فيها لي كرسي دي اكسيليراسيوني، اللي هما قلنا هادوك الطرقان الصغار اللي من خلالهم كندخلو وكنصدقو غاديين تحنا الا كنا في لوطوسترادا كنصدقو غاديين في لوطوسترادا. وكيكونوا فيها ايضا لي كرسي دي اكسيليراسيوني اللي هي
واحد الطريق صغير ايضا، ومن خلاله كنخرجوا من الاوتوستراده باش كنوليو غادي في الطرقان الاخرين. برينغريسو يوشيتا دي فيكول، يعني للدخول وخروج ديال الفيكول من هاد الطريق اللي سميتها الاوتوستراده. هادشي علاش كيتوزاو هاد دوي كورسي اتشيلاراسيوني دي تشيلاراسيوني. possono circolare solo alcune categorie di veicoli a motore. كيقدروا يستعملوا هاد الطريق فقط بعض انواع الفييكول اللي هما كيكونوا كيخدموا بالمحرك، لان فيها واحد السرعه معينه وما كنقدروش اي فييكول يقدر يتمشى فيها. بريفا دي اتشيس بريفات، هي خاليه تماما من شي مكان اللي هو كيكون الوصول اليه بريفات وخاص. بحال مثلا كتكون واحد البلاصه مثلا كراج او لواحد الارض ديال شي انسان خاصه به، فهو كيمشي يحط واحد اللافته كيكتب فيها اتشيسو بريفاتو، بمعنى دخول خاص كيدخلوا لها غير مماليها. هنا في الاوتوسترادا هاد قالك بريفا يعني خاليه تماما من هاد المساله، ما فيهاش مكان خاص بشي حد او لا شي بلاصه اللي كيتمشى فيها غير واحد الناس معينه. هي الاوتوسترادا خاصه بالجميع، كيستعملوها الناس كاملين. deve essere ricintata lateralmente. كتكون او الخاصه تكون ريتشينتاتا، بمعنى محروسه من الجناب. الجوانب ديالها دائما كنلقاو واحد النوع ديال الحديد كيحميها من اليمين ومن اليسار، ما كتكونش مطلقه عادي، دائما كيكونوا في الجوانب ديالها لاترالمنتي، كيكونوا في الجوانب ديالها كتكون محروسه. هذا هو المعنى ديال ريتشينتاتا لاترالمنتي. الليميتي ماسيمو جينيرالي دي فيلوتشيتا اي دي 130 عفوا كيلومتر الاورا. السرعه القصوى اللي كنقدروا نوصلوا فيها في الاوتوسترادا هي 130 كيلومتر في الساعه. هذه الاوتوسترادا العاديه، وكاينه واحد الاوتوسترادا كنت قلتها سابقا كنقدروا نوصلوا فيها حتى 150 كيلومتر في الساعه. وهاد الاوتوسترادا الا كان الجو طبيعي وكل شيء عادي راه حنا كي قلنا كنستعملوا هاد السرعه اللي هي كنقدروا نوصلوا 130. كانت عندنا الضبابه، كان شي مشاكل اتموسفيريك مثلا جويه، شي اضطرابات، داكشي راه ما كنبقاوش نمشيو ب 130، كنوليو كنمشيو واحد حد 110. بحال البرينسيبالي كنا كنمشيو ب 110، ولا كان الجو مضطرب الضبابه الى اخره كنوليو غاديين ب 90. هنا في الاوتوستراد ايضا واخا ما مكتوباش لينا في هذا الدرس، راه في الاوتوستراد كنتمشاو بالسرعه اللي محداها لينا من طبيعه الحال، لان كنبقاو غاديين وكنلقاو تحديد السرعه، حتى هي فيها تحديد السرعه مره 80 90 100 الى اخره، ولكن الماكسيموم اقصى سرعه كنوصلوا لها هي 130. وفي حاله الا كان قلنا الجو مضطرب، عندنا الشتاء، عندنا الثلج مثلا، فهنا واخا عندنا الحق نوصلوا 130 كيولي ممنوع لينا، ما كنقدروش نفوتوا فيها 110 كيلومتر في الساعه. هاد الاوتوسترادا لا سينياليتيكا اي دي كولوري فيردي، اشارات ديالها كيكونوا باللون الاخضر. البارح كنا شفنا في البرينسيبالي اللون ديالهم ازرق. فلاوتوسترادا كتميز بان كاع البلايك او اللافتات اللي فيها كلهم كيكونوا بالكولوري فيردي، بمعنى اللون الاخضر. وهاد هاد المسائل راح نشناها في الصوره اللي قبل ما نبدا الشرح ديال الدرس. شنا اللافته اللي هي فلاوتوسترادا بالاخضر، وشنا دوك السينيالات اللي هما كيميزوا لينا لينيتسيو مع لافيني ديال لاكاريج ديال عفوا ديال لاوتوسترادا، اللي كان في الاول عباره عن سينيال خضر والثاني خضر وفي خط احمر، هذاك هو اللي كيعني لينا لافيني ديال لاوتوسترادا. دابا غادي ندوزو نشوفوا الجزء الثاني من هذا الدرس اللي هو كيقول لينا شنو هما المسائل اللي حنا ما خصناش اولا مستثنيين انهم يستعملوا هاد لاوتوسترادا. الجزء الثاني من الدرس وهو كيهضر لينا على الاشياء اللي هي كتمنعنا من اننا نستعملوا لاوتوسترادا، وايضا واحد النوع ديال الفيكول اللي ما عندهمش الحق يستعملوا هاد النوع ديال الطريق. سونو اسكلوز يلا تشيركولاسيون ديال لاوتوسترادا، كيكونوا اولا هما مستبعدين انهم يستعملوا هاد لاوتوسترادا ولا يتمشوا في لاوتوسترادا. auto vetture che non sono in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km all'ora. يعني الفييكول اللي هما او السيارات اللي هما ما عندهمش القدره انهم يوصلوا لواحد لا فيلوتشيتا، واحد السرعه اللي هي على الاقل خصها تكون 80 كيلومتر في الساعه. بحال مثلا البشيكلاتي، الكوادريتشيكلي، لي جيري، تشيكلو موتوري، هادو كاملين عندهم سرعه
قليله 45 درجه الهوائيه راه حنا عارفينها سرعتها ثقيله بزاف، فهادو ما عندهمش الحق يتمشاو في الـ في الـ في الاوتوستراد. وان كي لي ماكيني اغريكولي دوك ديال الفلاحه حتى هما ما عندهمش الحق يستعملوا الاوتوستراد لان السرعه ديالتهم قليله، والدرس كيقول بان في الاوتوستراد على الاقل خاص الفيكول ديالك يقدر يوصل 80 كيلومتر في الساعه. ممنوعين ايضا الفيكول كل كاريكو نون اوبورتونامينتو في الساتو او سيستيماتو، يعني الفيكول اللي هما هازين واحد الحموله وهي محطوطه او موضوعه بشكل غير مناسب نون اوبورتونامينتو سيستيماتو وماشي ما كتكونش ثابته يعني تقدر تطيح لينا، او كون كاريكو دي ماتيريال الشولتو او سكوبيرتو او لا يكون هاز واحد المواد اللي هي كتكون سائله مثلا وكتكون غير مغطاه، وشي شي ماده اللي هي كتكون غير مغطاه بحال مثلا الرمال او داك الحجر الصغير اللي هو سميتو البيتريسكو، حتى هو غير مسموح لينا ان نتمشاو بواحد البيكول هاز هذا النوع من الماتيريالي وحنا ما مغطينوش لان كيبدا يتساقط، ولا تساقطت الرمله راه تقدر تسبب لنا في كارثه الاوتوسترادا، اولا داك الحجر الصغير حتى هو كيتسبب لنا في مشاكل. فممنوع علينا اننا نتمشاو بهذا النوع ديال الفيكول اللي هو هذا النوع ديال الماتيريالي لانه كيبو ديسبيرديرسي لانك تقدر تشتت لنا اولا كيقدر يتساقط لنا في الاوتوسترادا. فيكولي نون ان ريغولا كور لا بريسكريتا ريفيزيوني، الفيكولي اللي هما ما عندهمش بشكل قانوني الا ما دايرينش الريفيزيوني ديك المراقبه اللي كنديروها للسياره ديالتنا او ان كاتيف كونديسيون ديوز، او هي واحد السياره اللي هي كتعمل بشكل سيء يعني ما مزياناش دي كويباجامينتو او دي غوماتورا اللي هي كويباجامينتو هي اللي كتكون واحد الفيكول عنده واحد المعدات في شكل بحال مثلا واحد الفيكول كيقدر يكون كبير بزاف اللي هو كيكون ديال اوبيراتريتشي مثلا ديال الخدام ديال الخدمه اولا، فكيكون عنده واحد الشكل ضخم مثلا وعنده واحد المعدات في شكل فكيحجب الرؤيه ايضا على دوك الناس اللي هما مستعملين لاوتوستراد وكيتسبب في عرقله ديال السير، فمن الاحسن لي اولا هو غير مسموح لي انه يستعمل لاوتوستراد او دي غوماتورا ايزامبيو بنيوماتيكي كونسوماتي انديكاتوري دي ديريسيون غواستي، بحال مثلا واحد الفيكول اللي هو عنده البنيو العجلات ديالو تكونسوما وبمعنى ما بقاوش صالحين لان تستعملوا بمده طويله ففقدوا داك النقش اللي كيكون داك الباتيسترادا داك النقش اللي كيكون في البنيوماتيكي او لا في داك العجلات ما بقاش، وهنا كيولي عندنا خطوره ديال الانزلاق ان السياره كتولي كتنزلق. فالسيارات او الفيكول اللي هما كيعانيو من هذه المشكله ما خصهمش يستعملوا لاوتوسترادا. انكي ملي كيكون عندنا داك الانديكاتور دي ديريسين غواستو مثلا داك السينيال اللي حنا ملي كنكونوا غاديين في الطريق مثلا اي انسان كيبغي يدير واحد اي موفيمنت اي تغيير في المسار ديالو ولو كيبغي يشد غير شويه اليمين مثلا يشد الكرسي اللي حداه او لا يدير سور باس او لا شي مسائل من هاد الاشياء، فهو ضروري قبل ما يغير البلاصه ديالتو يعني الاتجاه ديالو خاصو يدير واحد السينيال. كان غيشد لا كرسي ديال اليسر كيدير السينيال ديال اليسر باش الناس اللي من بعد اللي جايين من وراه يعرفوا راه باغي ينتقل من هذيك الممر الى الممر اللي هو في جنبه. كان على اليمين كذلك هو مثال. فالفيكول اللي هما عندهم هاد السينيال اللي هو كينبه الناس اللي جايين من ورانا على داك التغيرات اللي كنديروها بالنسبه للمسار ديالنا سواء كي قلنا بغينا نشد اليمين او اليسر، الا كان عندنا مخاسر مثلا وما خدامش فمن الاحسن لينا او لا رحنا من الناس اللي هما ممنوعين من استعمال لاوتوسترادا لان لاوتوسترادا ماشي شي حاجه ديال يعني اللي نقدروا نقولوا ماشي مشكله. لاوتوسترادا واحد النوع ديال الطريق خطير جدا لان قلنا كلشي الناس اللي هما كيستعملوا لاوتوسترادا عارفين ما فيهاش ستوب، عارفين ما فيهاش داري بريشيدنسا، عارفين بان راه كلشي خصو يكون عنده واحد السرعه عاليه يعني على حسب ما كيقول القانون. فحنا الا خلفنا القانون وما كانش كيتوفروا فينا الشروط ديال اننا ندمجوا في هذا النوع ديال الطريق فحنا غنتسبوا في كارثه. انكي تشيكلو موتوري قلنا ما عندوش الحق يدوزو لان السرعه ديالهم كتوصل حتى ل 45. موتو تشيكلي دي تشيلندراتا انفيريور ا 150 سنتيمتر كوبي لان الموتو تشيكلي اللي عنده تشيلندراتا 150 سنتيمتر هو واحد الموتو تشيكلي اللي كيكون السرعه ديالو قليله ما كتوصلش ل 80.
ماكيني اغريكولي وماكيني اوبيراتريتشي، دوك الالات الفلاحيه والالات اللي هي كتستعمل ايضا للاشغال، لان تقدر اللي قلنا تقدر تكون عندها ايضا معدات كبيره وضخمه، وهي اصلا سميتها هي اصلا الدرجه ديال السرعه ديالها كتكون قليله، فبالتالي هما غير مسموح لهم انهم يستعملوا هذا النوع ديال الاوتوستراد. دابا غندوزو نشوفوا الجزء الثالث والاخير من هذا الدرس. الجزء الاخير من هذا الدرس ديال الاوتوستراد هو عباره عن واحد الجزء، الجزء كيهضر لنا على الاشياء اللي ممنوع نديروها في هذا النوع ديال الطريق. ان اوتوستراد ايفيتاتو، في الطريق السريع ممنوع. انفيرتير يل سينسو دي مارشا، بمعنى نتمشاو عكس اتجاه السير، لان هذه المساله كتكون خطر بزاف، لان الاوتوستراد كنا عارفين السرعه كتوصل حتى 130، فممنوع علينا نمشيو عكس الاتجاه. اي هذه المساله ممنوعه بجميع انواع الطرق، ولكن هنا ذاكرينها لنا اكثر، لان هذه المساله اللي درناها في الاوتوستراد فحنا كنقدروا ناخذوا لا ريفوكا ديال لا باتينتي، بمعنى السحب النهائي لرخصه السياقه. فيرمارسي سالفو كازي دي نيسيتا، ان ممنوع نتوقفوا الا في حاله الضروره اللي هي ماليسيري او غرافي غواستو دي فيكولو، يعني المرض او التعب ديال السائق او شي باسيجيرو اللي هو معاه، او لا في حاله لي غرافي غواستو دي فيكولو الا الفيكولو كان في واحد العطل اللي هو كبير وما قدرناش نتحكموا فيه ووقفت لينا بمره، في هذه الحاله عندنا الحق نوقفوا في الاوتوستراده، ولكن سولي كرسي دي امرجنسا، يعني في دوك الكرسيات اللي هما خاصين بالطوارئ وملي كنوقفوا فيهم راه خصنا او عندنا الحق نوقفوا ونستعملوا الكرسي دي امرجنسا فقط ماكسيموم تريوري، يعني حد اقصى وهو 3 ساعات. من بعد 3 ساعات خصنا نخويو الكرسي دي امرجنسا، لانه دائما خصهم يبقاو ديسپونيبيلي مربانا واحد الانسان اخر يحتاجها، او لا خاصها دائما تبقى هي خاويه. ممنوع ايضا كيديري او كونشيديري باساجي، يعني ممنوع اننا نلقى مثلا شي انسان واقف لينا كيدير ديك الاشاره باليد ديال اللي كيطلب المساعده، ان مثلا نقوم بتوصيل لواحد المكان معين، او لا نوقفوا باش نهبطوا شي حد كان معنا، ممنوع نديروها في الاوتوستراد. ان كينيلياري دي سيرفيسيو، ولو في هذاك الاماكن ديال اللي هي ديال الباحات استراحه، لان وحنا جايين في الاوتوستراده وبغينا ندخلوا لباحات الاستراحه فاحنا غادي ندخلوا ليها من ديك لا كورسي دي اتشيليراسيوني دي تشيليراسيوني عفوا دي تشيليراسيوني، وهذيك البلاصه ممنوع ايضا اننا نستعملوها في هذه المسائل، نهبطوا ولا نطلعوا شي انسان. والعكس صحيح، حتى ملي كنبغيو نخرجوا حتى هي كنخرجوا من الطريق اللي هي لا كورسي دي اتشيليراسيوني، وحتى تمايا في هذيك البلاصه راه ممنوع علينا ايضا نقوموا بهذه العمليه اننا نبطئوا ولا نطلعوا شي واحد. ممنوع ايضا تريناري التري فيكولي، يعني ممنوع علينا نقوموا بجر شي فيكول واحد اخر معنا، تراني ريموركي الا في حاله الا كان الفيكول اللي حنا غاديين به معاه مقطوره، يعني كيجر واحد المقطوره، فهذيك المقطوره عندنا الحق نجرها، ولكن باش اننا نبغيو نقدموا مساعده ديال واحد الانسان اللي وقفت ليه الفيكول ديالو ونقوموا بالجر ديالو مثلا لواحد المكان معين، فهذه القضيه غير مسموح بها في الاوتوستراد. اوزاري بريتوري الوتشيا باليانتي، ممنوع استعمال هذاك الضوء اللي هو كيكون قوي بزاف، لان عندنا الضواو العاديه اللي هما ديال التقابل اللي حنا كنستعملوهم دائما وحنا كنكونوا غاديين في السياره كنكونوا مخدمين في الاضواء، ولكن هاد ابليانتي ما كنستعملوش، اولا داخل المدينه ما كيتستعملش، كيتستعمل فقط في واحد الحاله اللي هي كتكون في الاماكن اللي ممنوع لينا الكلاكسون، مثلا مثلا حدا السبيطار للمستشفيات، اولا فممنوع لينا نديرو الكلاكسون فكنعوضوه بهاد الابليانتي كنسينيو بيه كنعطيو بيه اشاره او لشي خطر معين، وايضا كنستعملو فقط خارج المدينه في حاله الا كان عندنا الظلام والرؤيه ما واضحاش كنستعملو. ولا استعملنا هاد انابليانتي وكانت باتني السياره جايه في الطريق المعاكس ديالنا وقربت لينا كنحيدو وكنديرو على الضوء العادي حتى كنفوتو، لانه هو كيعمي ما كيخليش الرؤيه واضحه. فهاد النوع ديال الضوء ممنوع منعا كليا نيلي اري دي سيرفيسيو في باحات الاستراحه. اني تراتي بروفيستي دي الوميناسيوني، اللي هما الاماكن اللي هي ديجا كتواجد فيها الرؤيه، فهنا ممنوع نديرهم، لان كي قلنا اباليانتي هاد لا لوتشي اباليانتي كيعمي السائق كيعمي الناس في عينين انك قوي بزاف. ممنوع كاريجاري ان فيلوتشيتا، بمعنى واحد جوج السيارات ولا واحد جوج البيكولي غاديين في الاوتوستراده وكيبداو يديروا داك السباق ما بيناتهم في السرعه،
هذه العملية ممنوعة منعا كليا أصلا في الطرقان كاملة إلا في الأماكن اللي هي مخصصة لهذا الغرض. وفي الأوتوسترادا أكثر يعني كيأكدوا عليها بأن الأوتوسترادا ممنوع منعا كليا أن نتسابقوا مع بعضنا. أفولتا كيكون واحد الإنسان داز تجاوزك مثلا دار سور باسو، فواحد الانسان تاهو ما كيبغيش هذيك المساله كيقدر تاهو يبغي يبين لي راه يقدر هو يتجاوزو، كتبقى تكون هذه العمليه. فهذه ممنوعه في الاوتوسترادا. زفولجيري اتيفيتا دي فينديتا او بروباغاندا، يعني ممنوع اننا نقومو بديك العمليه ديال البيع شي حاجه، او لا ايضا اننا نقومو بروباغاندا اننا نقومو بواحد كنبداو نوريو الناس واحد الاشهار ديال شي حاجه شي منتوج ولا. فابولتي كيكون واحد الانسان واقف في الطريق وعنده واحد المنتوج في يدو باغي يبيعو، او لا هاز واحد الاعلان ديال واحد المنتوج هذاك هو الخدمه ديالو كيديرو. ولكن في الاوتوسترادا ممنوعه منعا كليا، لانك تسبب فان السائق اللي جاي ما كيبقاش منتبه للطريق وكيولي مركز مع داك الشيء اللي حنا هازين في يدينا، وبالتالي كيتسبب واحد الخطر كبير. فتفادي لهذا الخطر مانعين هذه المساله منعا كليا. وهذا هو الجزء الاخير من هذا الدرس. غندوزو دابا نشوفوا لي دوماندي اللي هما ديالو ماندا لاوتوسترادا رانا كروتشي رازو كي لا ترافيرسانو، يعني الطريق السريع ما كيكونش كيتواجد في داك التقاطع على شكل ارازو، بمعنى نفس مستوى الارض. دوماندا فيرو لان لاوتوسترادا بحالها بحال برينشيبالي، واخا كيختلفوا شويه في السرعه، ولكن بجوج كيتميزوا بان السرعه القصوى عندهم عاليه، وبالتالي ما كيكونش كيتواجد فيهم داك الكروتشي رازو، يعني ملتقى الطرق في نفس المستوى. دائما الا كان عندنا فيهم هذا التقاطع فكيكون اليفيلس فالساتي، بمعنى الارض واحد الطريق ديزا من التحت والفوق ديزا طريق واحد اخرى. لاوتوسترادا يدو تاتا دي سبيتشالي كرسي بالانغريسي لوشيتا دي فيكولي، يعني الطريق السريع كيكون فيه واحد جوج كرسيات خاصين، وحده كتكون ديال الدخول والاخرى ديال الخروج ديال الفيكولي. توماندا فيرو لان لاوتوسترادا بحال بحال برينشيبالي، بجوج بيهم كيتميزوا بان عندهم كرسيه دي اتشيليراسيوني اللي هي من خلالها كندخلوا للطريق الكبيره اللي هي اوتوسترادا او البرينشيبالي كي قلنا، وعاد كيكون كيتواجد عندنا ايضا لا كرسيه دي اتشيليراسيوني اللي هي من خلالها كنخرجوا من الطريق السريع. الاوتوسترادا هي كاريجات اندبندنتي او سيباراتي دا سبارتي ترافيكو، يعني الطريق السريع هو عباره عن كاريجاتي ما كيكونش غير وحده، كيكونوا جوج مثلا او لا اكثر، اندبندنتي مستقلين، بمعنى كل كاريجاتا عندها السينسو دي مارتشا خاص بها، يعني كل وحده عندها اتجاه خاص بها. او سيباراتي دا سبارتي ترافيكو، او نقدروا نقولوا الاوتوسترادا عباره عن كاريجات مفروقين، وكيكون الشيء اللي كيكون فارقهم هو سبارتي ترافيكو اللي قلنا كيكون عبارة عن حائط قصير أو لا عن الربيع. موتوشيكلي كون شيلندرات دي ألمينو 150 سنتيمتر كوبي بوصنو تشيركولاري ان أوتوسترادا فيرو، لأن الموتوشيكلي اللي هما كيكون عندهم هاد النوع ديال الشيلندرات على الأقل تكون فيها 150 سنتيمتر كوبي، لأن هي كتعبر هكا أو لا بالليتر. بوصنو تشيركولاري ان أوتوسترادا يعني كيقدروا يتمشوا في الأوتوسترادا دوماندا فيرو، لأنهم عندهم سرعة عالية وبالتالي مسموح لهم يدخلوا في هذا النوع ديال الطرقة. لي ماكيني اغريكولي نون بوسونو تشيركولاري ان اوتوسترادا، الالات الفلاحيه ما كيقدروش يتمشاو في الاوتوسترادا اولا ما كيقدروش يستعملوا هذا الطريق السريع دوماندا فيرو، لان لي ماكيني اغريكولي السرعه ديالتهم كتكون كتوصل حتى 40 كيلومتر في الساعه، والا كانوا تشينغولاتي بمعنى داك العجلات ديالهم كتكون بالحديد فهادو كيكونوا غير 15 كيلومتر في الساعه، كويندي هما ما عندهمش القدره على انهم يوصلوا ل 80 كيلومتر، كويندي ما غاديش يقدروا يستعملوا الطريق السريع. لوشيتا دي فيكولي ديال الاوتوسترادا افيني تراميتي كورسي دي ديتشيلاراسيوني دوماندا فيرو، يعني الخروج ديال السياره او الفيكول بصفه عامه من الطريق السريع كيجي من خلال ديك الكرسيه اللي هي سميتها ديتشيلاراسيوني اللي قلنا هي اللي كنهبطوا السرعه وحنا فيها. ملي كنكونو جايين في لاوتوسترادا و كنبغيو نخرجو انفو كندخلو على ديك الكرسيه ديال ديتشيلاراسيوني كنهبطو السرعه عاد كنتمشاو فيها. دوماندا فيرو لاوتوسترادا ديفيسي لاترالمنتي ريتشينتاتا، دوماندا هنا فيرو لان لاوتوسترادا كي قلنا في الشرح ديال الدرس خاصه تكون محروسه او مسيجه من الجوانب، كيكون دايرين لنا الحديد من الجوانب باش ينقصوا من الخطوره، تما الله يحفظ لك كان شي اصطدام ولا شي حاجه
فهادوك الجوانب كيحميو شويه السياره، كيحميو السائق. فدائما الاوتوسترادا لاتيرالمينتي من الجوانب كتكون ريتشينتاتا، بمعنى مسيجه او محروسه بالحديد. هادو هما لي دومان دي ليفيري. غندوزو ان شاء الله نشوفو لي فالسي. لي دومان دي لي فالسي نيل اوتوسترادي possono circolare solo gli autovetture. Domanda falso, يعني في الاوتوستراد او الطريق السريع كيقدروا يتمشوا فقط لي اوتوفيتوري، يعني السيارات، لان لي اوتوفيتوري كيطلقوا على داك النوع ديال السيارات اللي هما كيهزوا حتى النوفي بوزيتي، بمعنى السياره اللي هي خاصه بنقل الاشخاص. ان فيتشي لاوتو فيكول اللي كنا شلنا من قبل، هما كيكونوا كيضمنوا السيارات ولاوتو تريني اوتو ارتيكولاتي اوتو سنوداتي، الاوتوبوس كيضمنوا كاع الفيكول. ان فيتشي ملي كيقولوا لنا لاوتو فيتوري فهما كيهضروا لنا فقط على السيارات اللي حنا كنستعملوهم العادي، يعني كيهزوا 8 الاشخاص بالاضافه الى السائق، اولا نقدروا نقولوا كيهزوا سعود ديال الاشخاص. هنا الدوماندا فالسو، لان الاوتوستراد ما كيستعملوش على السيارات العاديه، كيستعملوها الرموكات او لا الشاحنات ولا الى اخره، مختلف انواع الفيكول خاصهم فقط يكون عندهم القدره انهم كيكونوا كيتمشاو ب 80 كيلومتر وما فوق. ني الاوتوستراد possono circolare tutti i tipi di motocicli. دوماندا فالسو، لان هنا كي هنا في الطريق السريع كتقدروا يتمشاو جميع انواع الموتوشيكلي، يعني الماطر اللي هما بالحجم الكبير والقوة كبيرة. هنا الدوماندا فالسو، لأن الموتوشيكلي فيهم دوك الماطر اللي هما ما كيوصلوش ل 80 كيلومتر في الساعة، وكتكون التشيلندراتا ديالهم أقل من 150، كتقدر تكون حدا 125 وكذا. فالماطر اللي هما ما عندهمش أولا الدراجات النارية اللي هي ما عندهاش القدرة توصل على الأقل 80 كيلومتر، فما عندهاش الحق تمشى في الأوتوسترادا، وبالتالي ماشي جميع أنواع الدراجات النارية يقدروا يستعملوا الأوتوسترادا. الأوتوسترادا بو كومبريندري بيستي تشيكلابيلي فالسو. هنا كيقولنا واش الطريق السريع كيكون كيضمن حتى واحد لابيس ديال تشيكلابيلي ديال الناس اللي هما كيستعملوا الدراجات الهوائية. الأوتوسترادا ما فيها لا تشيكلابيلي لا بيست ديال لا اري بيدونالي لا حتى شي حاجة. الأوتوسترادا واحد الطريق سريع كيكونوا غاديين فيه الفيكول فقط، ما كيكون فيه حتى شي كرسي واحدة أخرى من غير لا كرسي ديال إمرجنسا. Nell'autostrada possono circolare ciclomotori e motocicli con cilindrata fino a 125 centimetri cubi. Falso. يعني في الاوتوسترادا واش كيقدروا يتمشاو لدوك الدراجات الهوائيه الصغيره او حتى الدراجات الهوائيه الكبيره، ولكن تشيلندراتا دياتو تشيلندراتا. بلا ما ندخل في تفاصيل اخرى باش تبقاو مركزين غير في الدرس، كنت هضرت عليها من قبل ومازال غادي نشوفوها مره اخرى ان شاء الله. فهنا ملي كيقولنا الموتوشيكل كيكون تشيلندراتا او التشيكلوموتور حدو حد 125 سنتيمتر كوبي، فهنا نقولوا بان القوه ديالته كتكون اقل من انهم يتمشاو في الاوتوستراد، لان خاصها تكون من 150 وما فوق ديال التشيلندراتا عاد يقدروا يستعملوا الاوتوستراد، لان في هذيك الحاله كيقدروا يتمشاو ب 80 وما فوق. نيلاوتوستراد possono circolare solo gli autoveicoli. فالسو، يعني هنا واش في الاوتوسترادا ولا في الطريق السريع كيقدروا يتمشاو فقط لي اوتو فيكولي. دوماندا فال، يعني السيارات الشاحنات لاوتو تريني كيف قلنا، لاوتو كارافان، اوتو ارتيكولاتي، اوتو سنودات، يعني جامع داك المسائل كامله. هنا في الاوتوسترادا كيقدروا يتمشاو حتى الموتوشيكلي اللي قلنا هو كيكون القوه ديالته كبيره وكيقدر يوصل حتى ل 80 كيلومتر في الساعه وما فوق، فهو عنده الحق يتمشى وبالتالي ما كيمشيش غير الاوتو فيكولي. Nell'autostrada possono circolare tutti i motocicli e i ciclomotori. ايضا فالسو، لان في الاوتوستراد ما كيتمشاوش جميع انواع الموتوشيكل والتشيكلوموتور. التشيكلوموتوري اصلا ما كيتمشاش بجميع انواعه، وموتوشيكلي الموتور اللي هو كيقدر يوصل 80 كيلومتر كيتمشى، واللي ما كيقدرش ما عندوش هذيك القوه ديال انه يمشي بسرعه كبيره فما كيستعملش الاوتوستراد. هادو هما لي دوماندي اللي فالسي. نتمنى يكون الشرح واضح وباين. بهذا الشكل الحمد لله كملنا الفيديو ديال اليوم اللي هو خاص بالاوتوسترادا، وكيف شفنا راه ساهل ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. ودابا قدرنا اولا تمكنا من اننا نعرفوا البرينسيبال ونعرفوا الاوتوسترادا، لانه محجج طرق مهمه جدا. كيف شفنا البرينسيبال كتميز ان الكولوري ديال البانيل اللي فيها اولا اللافتات اللي هما كيكونوا فيها كيكونوا باللون الازرق، والسرعه ديالتها كتوصل حتى 110 كيلومتر في الساعه.
وايضا الاوتوسترادا قلنا البانيلي او اللافتات الاشارات اللي كيكونوا فيها كيكونوا باللون الاخضر والسرعه ديالتها كتوصل حتى 130 كيلومتر في الساعه. هذا الشيء اللي كاين بيناتهم. نتمنى يكون الشرح نال الاعجاب ديالكم وتوفقت انني نوصل لكم المعلومات كيف ما هي خاصها توصل. نقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.